برحب فيكم أعزائي الطلاب ومنتابع بالفصل الثاني من الوحدة الأولى واللي هي عنوانها المستقبلات الحسية. طبعا الوحدة الأولى إذا نرجع نعمل لها هيك سبر سريع كانت تتحدث عن الجهاز العصبي بكل أقسامه، طبعا كبنية نسيجية أولا، ثم كبنية تشريحية، ثم كبنية وظيفية. يعني درسنا الجهاز العصبي بكل تفاصيله بالبداية، لكن منقول إذا شبهنا الجهاز العصبي بكمبيوتر مسؤول عن وظائف مهمة جدا ويقوم بشركة ما بتخزين كل بياناته والتحكم بهذه الشركة، فلا يمكن لهذا الكمبيوتر أن يكون ذو فائدة إلا إذا كان لديه أدوات إدخال. يعني الدفارة، كاميرا، كيبورد، يعني ندخل له معلومات حتى نحصل على ما نريده من هذا الكمبيوتر. فالجهاز العصبي أيضا حتى يستطيع أن يؤدي وظائفه بكفاءة يجب أن يكون له أدوات إدخال. هذه الأدوات هي الحواس، هي المستقبلات الحسية. فلدينا البصر، السمع، اللسان، الحواس الخمسة. بدون هذه المستقبلات أبدا هذا الجهاز ليس له أي كفاءة، لا يقوم بأي عمل، حتى أنه تتراجع جميع فعالياته بدون هذه المستقبلات الخمسة. فلذلك الفصل الثاني من الوحدة الأولى هي المستقبلات الحسية. لكن الدرس الأول كبداية ما لن ندرس يعني المستقبلات بتفاصيلها، ولكن سندرسها بشكل عام. يعني مثل ما قلت أنا بالبداية، كيف نشعر بتقلبات الطقس؟ يعني لو ما وجود بالجلد مستقبلات التي تستقبل البرودة والتي بالحرارة العالية تستقبل الحرارة العالية، ما عندنا أي شعور بتقلبات الطقس. وهي شغلة كتير مهمة، يعني لازم لما نبرد ندفي حالنا، وإلا البرد الشديد سيؤدي إلى الموت، وأيضا الحرارة العالية كذلك. إذن هاي بالنسبة مثل ما حكينا إنه الجهاز العصبي يحتاج إلى معلومات حتى يقوم بوظائفه المختلفة. هالمعلومات طبعا تأتي بها المستقبلات. هلأ كبداية مثل ما قلنا نعرف بشكل عام الخلايا الحسية. مفهوم الخلايا الحسية منقول هي خلايا متخصصة لاستقبال التنبيه من الوسط الداخلي والخارجي وتحويله إلى سيالة عصبية تنتقل إلى المراكز العصبية حتى يستطيع الكائن الحي الاستعلام عما يحدث في بيئته من تغيرات والتكيف معها. إذن الفكرة اللي شرحناها كمقدمة. إذن هذا التعريف، تعريف الخلايا الحسية، وهذا تعريف العضو الحسي. هو خلايا مفردة مع تراكيب خاصة. إذن هذا الفكرة الأولى. تصنيفها، هذه المستقبلات التي تعلم هذا الجهاز العظيم جدا، هالكمبيوتر هذا، كيف تعلمه، كيف يستقبل المعلومات من وسطه الخارجي أو الداخلي عن طريق المستقبلات. هن النوعين أولا، أو تصنيفهم بيكون أولا حسب المنشأ، عن طريق أولا مستقبلات أولية أو مستقبلات ثانوية. طيب إذا حسب المنشأ، إما أن تكون خلية عصبية مثل ما درسناها، جسم محور واستطالة هيولية، النهاية الاستطالة الهيولية المجردة من النخاعين هي من يستقبل الحس مباشرة، فلذلك نقول عن هالمستقبل أنه أولي.
فهم مثلا الجلد عنا هذا المكان الاستقبال يتلقى التنبيه من منبه ما مثلا حرارة كذا، فينقل التنبيه إلى المراكز العصبية. فلذلك تعريف هاد هو المستقبل الأولي، يعني هو خلايا حسية جاذبة. جاذبة تعرف شو يعني؟ ما هيك يعني من المحيط إلى المركز، تكون ذات منشأ أو تكون من منشأ عصبي. أداة الحس فيها نهاية الاستطالة الهيولية المجردة من النخاعين. إذا ما بصير ما نقول المجردة من النخاعين. إذا هذا المستقبل الأولي. لكان المستقبل الثانوي ما هو؟ لاحظ كيف الخلية المستقبل الثانوي، لاحظ هو خلية عصبية حسية، لكن تصنع مشبك مع خلية حسية تكيفت لاستقبال التنبيه. إذا المستقبل الحقيقي للتنبيه هو خلية حسية ذات أهداف تستقبل التنبيه وتنقله عبر المشبك إلى الخلية الحسية العصبية. فلذلك لاحظ هلأ هون آلية عمله. المنبه ينبه أولا مين؟ الخلية الحسية التي تكيفت وهي من منشأ غير عصبي، وينقل التنبيه إلى الخلية الحسية عن طريق مشبك بينهما. إذا هذا تعريف خلايا حسية مهدبة من منشأ غير عصبي، يعني هي أصلا ما أنا خلية عصبية، تكيفت الاستقبال ونقل الاستجابة إلى الاستطالة الهيولية للعصبون الحسي الجاذب عبر مشبك بينهما. إذا هذا تعريف المستقبل الأولي والمستقبل الثانوي يلي هن تصنيف المستقبلات حسب المنشأ. عم تلاحظوا هذا منشأ عصبي، عفوا الأولي هون الأولي المستقبل من منشأ عصبي، أما بالثانوي فهو من المستقبل من منشأ غير عصبي. هذا المستقبل لأنه الأساس. إذا المقارنة بيناتهم هون هذا تمام، هي اللوحة اللي عنا بالكتاب. لاحظ انه هون ما في مشبك بين أداة الحس والاستطالة الهيولية، لأنها هي الاستطالة الهيولية هي مكان الاستقبال، أما هنا فيوجد مشبك لأنه أداة الاستقبال هون خلية حسية من منشأ غير عصبي. إذا هاي الفكرة الأولى أو هذا التصنيف حسب المنشأ. أما هنا حسب طبيعة المنبه فهاي فكرة قديمة شوي، إنه والله في عنا المستقبلات الكيماوية يلي هي مستقبلات الشم والذوق، عنا مواد كيميائية تنبه وتؤدي إلى التنبيه واستقباله الذوق الشم. حسب طبيعة المنبه، إذا هون بعدنا بالشم، حسب طبيعة المنبه عنا مستقبلات آلية وحرارية وصوتية ومستقبلات التوازن. هون كلياتها هي مستقبلات، هون ذبذبات صوتية ما هيك، وهون عنا الآلية والحرارية كلياتها. عنا مستقبلات ضوئية اللي هن مسؤولة عنهم طبعا العين التي تتنبه بالضوء وترسم لنا خيالات أو تعطينا يعني الرؤية عن طريق تشكيل الخيال وما إلى ذلك. إذا هاد هون تصنيف المستقبلات حسب منشأة النوعين وحسب طبيعة المنبه، عنا أربع ثلاث أنواع تقريبا. إذا هاي المستقبلات ومنتابع يعني بشروط العمل وشدة الإحساس. لكن هلأ شكرا لكم.